مالتي طب مكان ال 25 عندي 50، مش اقسمها؟ اقسمها 10 20 30 40 50، اقسمها 10 10. اذا عندي مكان ال 25 عندي وصلت اعلى تكرار عندي 13، اعلى تكرار 13، هذه شلون اقسمها؟ اقسمها 2 4 6 8 10 12 14، اقسمها حسب البيانات الموجوده. اعلى تكرار عندي ايش قد؟ انا اقسم المحور العمودي مالتي. فهسه هذا قسمته الى اعلى الى 25، يعني خمسة مضاعفات، لأنه أعلى قيمة هي عندي ال 25، فماكو داعي. إذا عندي 200 إيش أسوي؟ إيش أسوي 200؟ أسوي 20 40 60 80 100 وهكذا إذا عندي 200. فحسب القراءات اللي عندي اعلى قيمه الجيد، اعلى عفوا اعلى تكرار الجيد، انا على اساس اصلا زين. هسه انا عندي عمليه الرسم تبدي اشوف التكرار 30 الفئه الاولى اللي هي تبدي من 30. نعم. اذا عندك 100 مو 200 راح نصعد من 10 فما فوق 10 20 30 اصعد 10 20 30 تقدر تسويها عشرينات اصلا من المية. اذا ما عندك مجال بالورقه انا ما اريد من عندك فت مضبوط، لانه ما تجي مضبوط الا بالورقه البيانيه اللي هي المقسمه، فانت تسويها 20 40 وتصعد للمية، خمس أقسام تسويها وتصعد للمية، ما عندي أي إشكال. بس المهم عندك قدر الإمكان تضبط شغلك. هسه أنا هنا عندي الفئة الأولى 30، نتعامل ويا الحد الأدنى 30، إيش قد تكراراتها؟ تكراراتها واحد، عندنا هذه الخمسة، أعتقد هنا التكرار الأول هنا. هذا كله شيء تقريبي، يعني هسه انا اشتغل وياكم شيء تقريبي، هذا رقم واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هم ما اجت عدل، هذا الواحد ويا الأفقي والعمودي، فهنا شيء تقريبي، الأربعين اثنين، هاي الاثنين، مقابل الاثنين مقابل الأربعين. الفئة الثالثة خمسة، الفئة الثالثة خمسة، هذه أكو عندي على خمسة للخمسين، الستين خمسة عشر، هاي الخمسة عشر وهاي الستين، السبعين خمسة وعشرين، 25 70 تقريبا، هذا ال 80 20 كلها خط وهمي من ال 20 لل 80 للتقاط مالته مخليه ال 90 12 اصعد فوق 10 بشويه 90 شو اسوي هسه؟ هسه انزل خط عمودي من النقطة اللي سويتها للفئة، خط عمودي، الفئة مالتي منين؟ الفئة مالتي باتجاه الأربعين، يعني من 30 للتسعة وثلاثين، 30 بالتسعة وثلاثين، 40 بالتسعة وأربعين، الفئة مالتي
ايش اسوي؟ ما دام هذا الاتجاه، اذا اغلب الشكل بخط موازي للمحور العمود الافقي. هذا انغلق هسه. اروح الفئة الثانية من 40 لل 50. الفئة الثالثة من 50 لل 59. اغلق وهي الفئة اللي بعدها. من 60 لل 70 اغلقتها. هذه هنا اغلقها ما دام هاي هنا 25 وهنا مجال ماكو، فاغلقها بخط وابقى محافظ على النقطة. ابقى محافظ على نقطة التكرارات مالت الثمانية. هنا همين اسوي نفس الحالة. هنا شو اسوي؟ اغلقها وهي الفئة اللي بعدها. فصار الشكل بهالصورة هذه. عندكم اشكال بي؟ اي سؤال؟ استاذ ممكن نقيدها استاذ؟ نعم؟ استاذ شويه بس التصوير ما جاي يجي على الاحداث العمودي. التصوير استاذ شويه لو. لا لا تليفونك خلي بالتدوير الشاشه يسوي اللي خليه بالعرض. الموبايل خليه بالعرض. موبايل بالعرض العرض مالته. ماشي استاذ ماشي. تمام هسه. اجي لهنا اشوف التكرار مالتي 30، ال 30 عدد تكراراته واحد. اجي لهنا هذه مقسمه اعرف بانه الى خمسه اقسام، اخذ جزء بسيط من عنده اعتبره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هذا الواحد وانزل عمودي على الفئه، هذه اثنين وانزل عمودي على الحد الادنى للفئه. يعني عندي هاي المقام مباشر مع الرقم مع عدد التكرارات، المحور مال التكرارات والمحور مال الفئات. فنقطة الالتقاء بيناتهم خمسة عندي للفئة الثالثة، خمسة خمسة هذه خمسة، لما نجو خط أفقي خمسة مع الخمسين مع الخمسين، فنقطة الالتقاء مالتها عملية جدا بسيطة. اكو سؤال بخصوص هذا بهذا المدرج التكراري. استاذ بالنسبة للفئات استاذ ليش خليناهم بالسالب بالجدول؟ بالجدول؟ نعم استاذ. هو انت لازم عندك الجدول التكراري بفئات، ما بيها مجال هاي. ماكو جدول تكراري بدون فئات. اقصد استاذ ليش خلينا الارقام بالسالب ال 30 وال 40 وال 50 وكذلك البقيه؟ ماكو سالب هذا، هذا حبيبي مو سالب. هذا من 30 لل 40 لل 39، هذا طول الفئه. من 30 لل 39 لل 40 لل 49 هذا طول الفئه. ما حاضر ويانا من البدايه عزيزي؟ حاضر حاضر استاذ حاضر، هسه وضحت الفكره. هذا مو سالب، هذا مو بالسالب، هذا من 30 لل 39 40 الى اوكي عين فهمتها؟ تمام استاذ. بس سؤال يعني استاذ ليش خلينا طول الفئه من 30 لل 39 مثلا استاذ؟ نقدر نقول من 30 لل 40 وهكذا نزيدهم 10 10؟ لا احسب بصابعك، احسب شوف احنا طول 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. بال 39 اكتمل عندي 10 ارقام، والرقم عندي يعني عينه، فرد من افراد العينه يعني، او قيمه من القيم. فلذلك اذا قلت من 30 ل 40 هاي راح تصير عندي 11 رقم او 11 قيمه او 11 مفرد.
يعني إذا كتبت على سبيل المثال كتبت الفئة مالتي من 30 لل40، الفئة اللي بعدها ليش بديها؟ بدي 41 ل51؟ إذا بديت 30 لل40، ال40 منهم 40 50 منهم 50 60، إذا عندي فئة، إذا عندي قيمة من القيم 40، إذا عندي 40 قيمة من القيم أخليها هذه فئة لو هذه فئة. زين، إذا مشينا على الترتيب هذا راح يصير عندي منهم 62 72 73. وضحت الصورة عزيزي؟ وضحت؟ نعم استاذ. نعم استاذ. اي ف احنا نحسب 10 10. استاذ اذا تقدر بس وضح لنا التوصيل بين النقاط. التوصيل بين النقاط. احنا حددنا النقاط الزرق. حددنا النقاط الزرق مالتنا كنقطة التقاء بين المحور الأفقي والعمودي وعلى أساس التكرارات. أنا اتجاهي اتجاه الربط حتى أكمل المدرج، حتى أكمل هذا المدرج، أنا القيم مالتي باتجاه اليمين، يعني 30، يعني هذه الفئة 30 لغاية 39، 40 للتسعين بهذا الاتجاه. إذا ربط إكمال الشكل راح يكون بهذا الاتجاه، مجرد أربط بين هاي النقطة. أنا قلت لك بأنه بالبداية ننزل خطوط عمودية، ننزل خطوط عمودية حتى يصير الربط بيناتهم. بعد هسه امسح الخطوط العمودية. هسه هذه النقاط اللي حددناها، واضحه تحديد النقاط، عمليه تحديد النقاط. استاذ عيد تحديد النقاط. استاذ عيد لا بس العباس عليك شوف دخلت النقاط. ها خلصوا بيش ساعه خليك المحاضره داخل من البداية أستاذ فهد، والله ما فهمت. من البداية حقك إلى من البداية. إذا تأخر لا. شان قلت له عدم مسحه كله، مسح كان صار لي ساعة أو أخر بالخطوط الزايدة. أي نبدي بال بعملية رسم الرسم البياني لهالقيم هذه. أول شيء نحدد المحور الأفقي والمحور العمودي. المحور الأفقي دائما بالفئات، دائما ما تفكر في يوم من الأيام تخليه وإلا الرسم ينقلب. التكرارات بالمحور العمودي، الرسم مالتنا عربي إنجليزي أي شيء إحنا راح يكون مصور. نشوف الفئة الأولى، هذه الفئة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، إلى سبع فئات، قسمناها إلى سبع فئات وضفنا لها الفئة الثامنة لأنه نحتاجها بالرسم، وأطلع شوية من الخط همينه، الخط أطلعه بالمية، مثل ما طلعنا هنا زيادة بالخط، هنا بنخلي زيادة بالخط. ال 30 ايش قد تكراراتها؟ فقط
30 اللي هنا هو الخمسة مجزأة خمس أقسام، هذه خمسة. من الواحد خط أفقي بموازاة المحور الأفقي، أشوف لهنا هنا النقطة الالتقاء، يعني هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي من الواحد خط أفقي وين يلتقى الواحد والثلاثين، وين يلتقى مثل الأربعين، هسه يلتقون هاي اثنين أربعة أربعين، هاي الخمسين خمسين وهاي خمسة خط أفقي، وهني قريب للدقة، هذا شوي نازل للأربعة، هذا هذا نقطة الالتقاء خط وهني. ما دام احنا دا نشتغل على السبورة او انت تشتغل على الورقة يكون خط وهمي، يعني مو دقيق، وانا ما حاسبك بانه دقيق او مو دقيق، بس الخطأ واضح راح يكون اثناء التنفيذ. مو حتى تسلل الآلية شلون؟ عندنا 60 15. نعم؟ استاذ ليش خلينا 10؟ نقطة استاذ ممكن سؤال استاذ؟ وين خلينا؟ هذا العشرة؟ لا لا، من 30 إلى 39، ليش أخذنا 10؟ ليش ما أخذنا 5؟ والعشرة منين جبناها يعني؟ يا 10 منين لعشرة؟ العشرة بالرسم؟ مال الفئات استاذ، من 30 إلى 39. استاذ قصده طول الفئة. طول الفئة هذه. طول الفئة ما لنا علاقة بها. هذا هسه أنا عندي لنفترض أنا عندي هاي مجموعة من التكرارات، من القيم عندي. بالأصل هن قيم كانن قيم خام. يعني مجموعة أرقام مثل ما أخذناها سابقاً، مجموعة أرقام مطشرة. احنا افترضنا بانه طول الفئة 10، او طلعت لي بالمعادلة طول الفئة 10، قسمتها طول الفئة 10، شفت اقل قيمة عندي اللي هي اللي نفترض قريبة من 30، فبديت من 30 وقسمتها الى 10 ومضاعفاتها. يعني هذا شرحي، هذا المفروض بانه احنا متجاوزين هذا الموضوع. فطول الفئة 10 افترضنا طول الفئة 10، أو من خلال المعادلة المدى على عدد الفئات راح يكون الفئة، وهذا كله شرحي يعني مرتين أو أكثر. عسى مفهوم. أي عندي مثال ثاني، طول فيها 5، طول فيها 20، هذا ما يعني شيء. هسه عندي 70. 70 تكراراتها 25، هاي 25 خط أفقي وهمي ويا 70 80، 20 خط وهمي للـ80، 90 عندي 12 تكرار، أدي هنا تقريبا خط أفقي. هسه أريد شلون اوصل بين النقاط مثل ما قلت لكم حتى تشتغل صح، حتى تشتغل صح نزل خطوط عموديه، خطوط عموديه بين النقطه وبدايه الفئه، خطوط عموديه. خطوط عموديه، هاي نزلنا خطوط عموديه، هسه نوصل ونكمل الشكل. مثل ما قلت لكم اتجاه الفئه مالتي من ال 30 لل 40 لل 39 اللي هو هذا اتجاهها، هذا اتجاه الرسم مالتي واتجاه الفئه مالتي، الفئه مالتي طول الفئه ميل الى ميل الى ميل الى، فش اسوي؟ كذلك يكون الاتجاه مالت الخط مالتي هذا باتجاه طول الفئه،
مجرد خطوط، بس اذا صادفني بانه موجود تكرارات عاليه، تكرارات عاليه وتكرارات اقل بنعتها، فاكمل اخلي خط جانبي وانزل. هذه همينه نفس الحاله راح تصير عندي، اخلي خط جانبي عدل وانزل. دائما شغلي وإغلاق الشكل مالتي ويا الحد الأدنى للفئة الجاية، يعني هنا من 80 إلى 90 أغلق، هذا هنا أغلق ويا الفئة اللي بعدها، أغلق ويا الفئة اللي بعدها. واضح الرسم؟ اكو بي اشكال؟ لا استاذ واضح. واضح استاذ. واضح استاذ. هسه هذا ما يخص المدرج التكراري. المضلع خلينا نشوف المنحنى التكراري. راح يصير تداخل هسه بالشغل مالتي على رسم واحد شغل راح يكون. او امسحه احسن. هسه نجي للمضلع التكراري. المضلع التكراري طبعا هنا تقدر تخلي فئه قبلها. انا راح ابدي من الصفر، من الصفر هذا خط. شوف انا راح ابدي خطوط اوصل مستقيمه بين النقاط. لا عفوا، المضلع بالاخير خليه المنحنى التكراري. المنحنى التكراري راح ابدي من الصفر، لاحظوا التوصيل بين النقاط. عندي انحناء، انحناء عندي، ما عندي زوايا، انحناء. وصلت، مجرد وصلت خط واحد بين النقاط، وصلت خط واحد. ها شوفوا، ما عندي زوايا منه، مجرد وصلت انحناءات. هذا المنحنى التكراري طبعا موجود العديد من الاشكال اللي هو الاشرطه والدوائر، بس انا اختاريت لكم هذه. فهذا هو المنحنى التكراري اللي نفس النقاط نستخدمها. هذا المنحنى شيء بسيط. في حاله احنا هاي النقاط مالتنا نحافظ عليها، النقاط مالتنا هذا هسه المدرج التكراري مالتنا هذا نفسه الرسمه. نفس رسمته هسه المدرج التكراري مالتنا. ايش اذا اريد ارسم المضلع التكراري؟ اخذ المركز، مركز الفئة اخذ مركز الفئة احدده واوصل بين خطوط مستقيمة. ابدي طبعا من الصفر، خط
خط مستقيم غير متصل، هاي الخطوط يعني مو رسم واحد، خطوط مستقيمة. يعني خط مستقيم، خطوط مستقيمة بهالصورة تصير. هذاك هذا المظلة المنحنى ممكن هيك، إذا أريد أمثل هذا الشكل شوف الفرق بيناتهم. هذا المنحنى التكراري، هذا المظلع، المظلع خطوط مستقيمة يعني هذه زاوية، زاوية بالمنحنى التكراري راح تجيني بهالصورة هاي بالمنحنى التكراري، بس بالمظلع راح تجيني خطوط مستقيمة أو من مراكز الفئات. المظلع التكراري يستخدم مركز الفئات. هسه وضح التمثيل البياني؟ وضح؟ واضح استاذ. نعم استاذ استاذ واضح، بس يمتى نستعمل المطلع ويمتى نستعمل هذا الثاني؟ براحتك. التمثيل البياني انت تختار التمثيل البياني زين دكتور. البحوث مثلا اذا جبت لنا خلينا نقول واحد تريد المظلع التكراري وبعد والخطوط هاي موازي وما اعرف شنو، نسوي رسميا مثلا لو ليش راح تصير خبصه مثلا مره نسوي مظلع منحني؟ لا خبصه، انا استخدمت لكم اليورانيوم ممكن بانه لونين تستخدمون او حتى لو استخدمت لون واحد انا اعرف الخطوط مالتكم، اعرف لانه الطالب لانه ذا يشتغل صح خطأ. اها تمام. طبعا هي الحاسبة راح تنطيكم، إذا واحد يشتغل بالحاسبة هذا راح يعطيكم لونين، بس أنتوا إذا بالامتحان يعني ممنوع استخدام ألوان فتشي على مود الإشارة للمدرس وغيرها. زين فأنتوا بالإمكان استخدام لون واحد وأنا أعرف. زين المدرون بلون واحد مثلا ترسمون بس اسمح لي، المدرج التكراري ترسموه بخط كامل، مدرج كامل ترسموه، والمظلع او المنحنى اذا جبت لكم ترسموه خط متقطع. تكتبون هنا، تكتبون هذا عندكم مجال بالرسم، عندكم مجال بالرسم، تكتبون هنا فد مربع، فد مربع. اذا اشتغلتوا خط عدل اللي هو هذا الرسم خط عدل، اكتب المدرج التكراري وبعدها خط متقطع اللي هذا راح ارسمه خط متقطع. واضح؟ هذا تكتبون عليه المظلع التكراري. هذه الخارطة أنا راح أفتهم من عندها بأنه أنت تقصد الخط المقطع هو المظلع، الخط المتصل اللي شوك هذا هو المدرج التكراري. تعريف بالخطوط مالتكم. وعموما هي بالبحوث كل واحد يختار يحب يعرض به، هي عملية عرض للبيانات يعني بالرسمة. فأنا أحب أعرضها بالمدرج واحد بالمظلع، أو مثلا عندي العفو عندي قيمتين هسه فدي شوية راح يجيني عندي جدولين في رسم واحد، شلون راح نتعامل يعني؟ منو عنده سؤال بخصوص الرسم هذا؟ استاذ. نعم استاذ بلا زحمة، الصورة قاعد تطلع لي بالعكس. اكو نزل لي جوا بالصور مال زون هايج موجودة صورتي، دوسي عليها ضغط عليها وطيني خبر هسه. استاذ يعني انت تطلب رسم مظلع لون منحني يعني شيء طلب يصير؟ انا مثلا الطلب يصير اجيب لك ارقام خام، ارقام خد 30 40 رقم، اقول لك بانهم حول هذه البيانات او فرغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري. انت راح تشتغل جدول تفريغ، جدول توزيع تكراري ومثلها بالرسم.
إذا ما حددت لك مثلها بالرسم أنت تختار، إذا اختارت لك مثلها بالرسم بمدرج تكراري، أنا هسه قلت لك بأنه لازم تسوي لي مدرج تكراري أو مضلع تكراري أو منحنى، أنا أطلب من عندك وأنت راح تشتغل. نعم أستاذ، لأنه أصل هذه أنا إذا ما طلبت من عندك يصير فوضى بالإجابة حقيقة، كل واحد راح يشتغل بكيفه والإجابة راح تجيني غير موحدة وفوضى، فأنا راح أحدد أفضل. ما دام أنت طالب ومطلوب من عندك إجابة فتوحيدها أفضل. نعم أستاذ، احتمال يصير امتحنته وصار عارض من المدرس مالتكم، زين هذا اللي راح يصحح، واحد يجي مضلع واحد يجي منحنى، همين راح يدوخ؟ احنا بضمان حقك. اكو طلاب ما مسجلين بالرابط، لهم دقيقتين واغلق الحضور، لانه الموجودين وياي بالميتنج هسه 68 طالب، اللي مسجلين 52، يعني بعد لي يومكم 17 طالب ما مسجلين حضور. منو ما مسجل حضور خليه يراجع الرابط، وهذا الرابط راح انزله على الميتنج، هذا الرابط يلا هاي موجود قدامكم على الشاشه وعلى المحادثه مالت الميتنج، ونزلته انتم تابعوا دائما تتابعون الجوجل كلاس روم، دائما تابع جوجل كلاس روم. يلا عيني لكم دقيقتين حتى اغلق الشات. استاذ اللي يسجل حضور يطلع؟ ليش؟ وين يطلع؟ وين يطلع؟ بعدنا محاضرة يعني، عندك شغل انت؟ والله استاذ عندي شغل بس ما ادري. ها هي راح واحد يا شباب عنده شغل يستأذن والله وياه. زين؟ يعني ما سجلنا غياب استاذ؟ فدوا لك الغياب يعني، منو انت؟ خلنا نشوف. حسن عبد الواحد استاذ. وينك حسن عبد الواحد؟ عيني اذا مشغول اطلع، اذا مشغول اطلع. اوكي استاذ شكرا. اهلا وسهلا، مسجل اسمك حسن عبد الواحد. وعليك يعني. شكرا جزيلا استاذ في مالك. استاذ العفو، هذا استاذ يطلب الايميل استاذ اذا تدخل على الرابط؟ لا ما يطلب الايميل. ممنون استاذ، اشكرك. اهلا وسهلا، سجل عيني حتى اغلق بعد مجموعه من الطلاب. مباشره اول ما تدخل للميتنج تروح تسجل حضور وتجيني. طيب سجل عليه درجة، يعني كل تسجيل حضور لك درجة، يعني ده أعطيك هدية لحضورك، يعني هاي مصائرة. أستاذ ما أدري ليش المحاضرات بيهن، يعني حتى كان خربطة بالهذا من جدول بداية المحاضرات، وما يعني ما أدري بيه. ما تدري يعني حسن؟ حسن أنت يعني موجود بذيك المحاضرة؟ هم موجود، أنا أعرف اسمك. ناصر ما موجود بذيك المحاضرة. شلون ما موجود؟ أبد يعني بغير شعب ولا فد شيء، لأن هذا الاسم مر علي.
والله استاذ ما يعني ما تابعت صارتك بالجوجل هذا بالايميل صار شويه خربطه وما تجهت ما يعني ما ادري حتى الوقت ما تنشان ما ادري شلون يعني المحاضره هاي اول محاضره يعني شفتها عندك يعني انت هاي اول محاضره داخل الاحصاء؟ نعم مستر ها؟ نعم هاي مستر شلون؟ اوكي مشكلة شلون ما دكتور يطلع ارسال الحوار؟ انا مسألة الحوار شلون ما يطلع ارسال؟ يعني البقية كلهم سجلوا بصورة طبيعية بعد شن طالب يفترض بأنه كل واحد عنده إيميل معروف إيميل يقدر استاذ اللي ما عنده إيميل نعم بس تأكد من نعم حسين توفيق كاظم علاو لأن قاعد النت يقطع عندي حيل مسجل حضور له لا حسين توفيق كاظم علاوي موجود استاذ انا نفس الحال استاذ نفس الحال استاذ شو اسمك؟